بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المعلمة رفاه الفطراوي ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت، المادة لغة عربية، الصف روضة ثالثة، اليوم السبت 10 نيسان عام 2021. بسم الله نبدأ. كيف حالكم يا أطفال الصغار؟ كيف أنتم اليوم؟ لقد سررت جدا بكتاباتكم الجميلة لحرف النون، بارك الله فيكم. الآن يا أطفالي سوف نتعرف على حرف النون مع الحركات، ولكن سوف نستذكر درسنا الماضي قليلا. هيا يا أطفالي، ما اسم حرفنا الجديد؟ حرف النون، أحسنتم، اسمه حرف النون، اسمه حرف النون. الآن ما هو صوت حرفنا الجديد يا أطفال؟ هيا رددوا معي. ن بارك الله فيكم. كم شكل لحرف النون يا أطفال؟ 4 أشكال. هيا لنرددها معا. ن منفصل، ن متصل في أول الكلمة، ن متصل في وسط الكلمة، ن متصل في آخر الكلمة. بارك الله فيكم يا أطفالي الشطار والرائعين. الآن سوف ننتقل إلى الحركات. ما هي الحركات التي تعلمناها؟ الفتحة صوتها أ، الضمة صوتها أ، الكسرة صوتها إ. هيا لنردد معا. أ أ أو أو إي إي أ أو إي. الآن سوف نقرأ الحركات مع حرف النون، حرفنا الجديد الذي صوته ن، صوته ن. نستخدم نحن صوت الحرف ن. ن ن أ ن. هيا رددوا معي. ن أ ن ن أ ن. الآن ن أ ماذا تصبح؟ ن ن أ ن ن أ ن. الآن ن مرة ثانية مع بعضنا. 1 2 3. ن أ ن ن أ ن ن إ ن. أحسنتم. هيا مرة أخرى سوف نردد مع بعض. هيا معا. ن أ ن ن أ ن ن إ ن. بارك الله فيكم يا أطفال. الآن سوف نقرأ هذا العمود. ن ن ن ن ن ن. هيا رددوا معي. ن ن ن ن ن ن. أحسنتم يا أطفالي بارك الله فيكم. نسمي حرف النون مع الحركات مد قصير، مد قصير. انظروا، ن ن ن. بارك الله فيكم. الآن يا أطفالي ما هو واجبنا في البيت يا أحبابي؟ أحسنتم، كتابة حرف النون مع الحركات على الدفتر بالطريقة الصحيحة، أي بشكل عمودي. ن ن ن. أحسنتم يا أطفالي، نكتب الوظيفة بشكل عمودي، أي ن ن ن ن ن
أحسنتم يا أطفالي، أنا أنتظر منكم وظائفكم الجميلة وخطوطكم الرائعة ودفاتركم المرتبة، وإلى اللقاء في الدرس القادم يا أطفالي، شكرا لكم.